الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ينابيع الرحمة. نعيش في هذه الحلقة مع النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه. كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحيما بالنساء؟ لو نظرنا إلى كثير من بيوتات المسلمين والعالم الآن، نجد حالات الطلاق ارتفعت ارتفاعا فاحشا بسبب سوء تعامل الأزواج. آخر وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: استوصوا بالنساء خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في طريقه في غزوة من الغزوات، وبعض نساء النبي يركبن الجمل، بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الجمال، وكان هنالك غلام يسمى بأنجشة، صوته ندي جميل، كان يغني للإبل فتسرع، فغنى للإبل فأسرعت، ونساء النبي عليه الصلاة والسلام فوق الإبل، وبعض نساء المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: هي أنجشة رفقا بالقوارير. رأيتم رحمة أفضل من هذه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ النساء في الإسلام استقبلت الإسلام امرأة، وودعت الإسلام امرأة، استقبلت وحي السماء أمنا خديجة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يرتجف فؤاده في غار حراء، وأتى إلى زوجته، وكانت بمثابة الزوجة والأم والأخت والرفيقة للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا. من العجب أنك تجد رجلا خائفا ثم يأوي إلى امرأته ويرتمي في حضنها، هذا لم يكن إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ارتمى في حضن خديجة، قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا. استقبلت رسالة السماء امرأة وودعته امرأة، السيدة عائشة رضي الله عنها. قبض عليه الصلاة والسلام وصعدت روحه وهو في حجر أمنا عائشة بين سحرها ونحرها، يعني على صدر أمنا عائشة صعدت روح النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة في الإسلام هي المجادلة، أنزل الله سورة تسمى بسورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. المرأة في الإسلام هي صاحبة سورة التحريم، وهي صاحبة سورة الطلاق، وهي صاحبة سورة النساء، وهي صاحبة سورة مريم. المرأة في الإسلام هي المجتمع كله وليس نصف المجتمع. لذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على كيف نتعامل مع النساء بهذه الرحمة الراقية في حياته عليه الصلاة والسلام. من هذه القصص في حياته صلى الله عليه وآله وسلم تعامله مع عائشة. لما السيدة عائشة تشرب من شيء، رفعت الإناء إلى فمها فشربت منه، فتفقد النبي عليه الصلاة والسلام المكان الذي شربت منه عائشة فشرب من هذا المكان. هذه رحمة ما بعدها رحمة. دب خلاف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عائشة زي أي بيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فدب الخلاف، فقال عليه الصلاة والسلام: أترضين حكما بيننا بعمر بن الخطاب؟ قالت: لا، عمر بن الخطاب غليظ فلا أرضاه حكما يحكم بيننا. قال: أترضين بالصديق، يعني أبوها؟ قالت: نعم. فاستدعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصديق، فبعد ذلك دخل الصديق وجد عائشة قد رفعت صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: قل حقا أو لا تقل إلا حقا. رفع الصديق يده على ابنته وضربها. اختبأت السيدة عائشة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. تأملوا، اختبأت في ظهر سيد الخلق من أبيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرحم إليها من أبو بكر الصديق. أي رحمة بعد هذا؟ سيدة عائشة كانت مدللة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل نسائه إليه. قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد نوع من أنواع اللحم،
نوع من أنواع زي الفتة كذلك. قال العلماء هذا هو الثريد، كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، كان مشهور في العرب. فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كان عليه الصلاة والسلام يعلن عن حب نسائه رحمة بهن. كان عليه الصلاة والسلام يوم الأيام السيدة عائشة غارت، وكانت صغيرة السن طبعا وشديدة الغيرة، غارت عائشة رضي الله عنها بعد أن أرسلت إحدى أمهات المؤمنين صحفة للنبي صلى الله عليه وسلم، طبق أو زي الحلة كده، فأرسلت هذا الشيء لإحدى أمهات المؤمنين أو للسيدة عائشة في بيتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فما كانت من عائشة لما رأت ذلك ضربت الخادم أو الصحفة بيدها فانكسرت الصحفة. تأمل هذا المشهد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الصحفة التي كسرت ويلملم ما تبقى منها وهو يبتسم ويقول عليه الصلاة والسلام لقد غارت أمكم، لقد غارت أمكم، ولم يقل غارت عائشة إنما قال أمكم، رحمة بعائشة. وتبسم عليه الصلاة والسلام ولم يزجرها، ثم قال لها صحفة بصحفة، من أفسد شيء من أفسد شيئا فعليه إصلاحه. بذلك نجد السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا جما بسبب رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. لما السيدة عائشة رضي الله عنها بتكون حائض، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما وضع رأسه في حجرها وهي حائض؟ ده من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في مهنة أهله، كان يخدمهم. لما سئلت السيدة عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، تأمل وقارن بينك وبين ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أي رجل في الدنيا يقارن بينه وبين ما كان يفعله النبي؟ قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله، يعني النعل بخيطه، ويخيط ثوبه، ويكنس بيته، ويحلب شاته. كان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله، فإذا ما حضرت الصلاة كان لا يعرفنا ولا نعرفه. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بيخدم أزواجه في غسل الأطباق، نعم، في كنس البيت، نعم، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ويحلب شاته. هذه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بزوجاته، كان يمسح دموع إحدى زوجاته لما بكت. يوم الأيام السيدة صفية بنت حيي بن أخطب كانت من أجمل نساء رسولنا عليه الصلاة والسلام، وكان أصلا أبوها يهودي، ويمتد نسبها إلى هارون بن عمران. السيدة حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت سيدنا عمر عيرتها، قالت لها يا ابنة اليهودي. بكت السيدة حفصة رضي الله عنها وشكت ذلك إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام على ما تفتخر عليك، إنك لزوجة نبي، وإنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي. يقصد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام هارون بن عمران وموسى بن عمران، لأن نسبها يمتد إلى سيدنا هارون بن عمران. ثم مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم دموعها بيديه وكفكف دموعها ومسح على رأسها. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليتنا نتراحم. ربنا عز وجل وصف البيوت بالسكن، فأين هذا السكن؟ لن يكون السكن والمودة إلا عن طريق الرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لو أن الرحمة ذهبت من البيوت أصبحت البيوت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. أعزائي المشاهدين، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله،
أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.